انه رحلة مالي مصدقة هيك، لانه مالي حدا مالي مصدقة انه يعني انه قولي امل انه بلكي برجع، ما حدا يعطيني خبر انه كويس، يقولوني انه غرقت، ما حدا يطمني. احاول انا يعني مرة ما اعرف انه لمين اتصل. كان يشتغل خياط، يعني كان شغله لبيته، يعني كان هيك مليح كثير علينا، ما ينقص شيء علينا، يعني كان هيك حنون. عندي 7 4 صبيان 3 بنات، وبده يربيهم كان احسن تربيه يعني، وانه ما يحرمن من شيء. الله رزقنا هيك اول ولد اسمه حسن، كيف عليه، وزع حلو للحاره كلها، انه كان هيك حلمنا، كنا هيك نبرك مع بعض، نعمر البيت على السوا. كان يحكي معي قال لي يلا هاليومين بدي الاقي شغل واشتغل، ودي اجيب لكم اعمل لكم، بس هيك الهمنا انه شلون بده يامن ويبعث لنا. بعدين ما شفناه ولا يعني كل تفكيري انه فيه ما بحسس الاولاد انه انا زعلان، ببكي على صفحه، بس همي انه اطعميه واجرب ما يشوفوني. متأمل انه بلكي هيك برجع لنا بخير وسلامه، وانه يعوضنا عن كل شيء.